جنيه ما بقاش يعني في سلعة بيجيبها تقريبا، فيمكن أقل حاجة ممكن الواحد يشتريها حتى لو مثلا قطعة لبان صغيرة هي ب2 جنيه. فمن هنا طباعة تكلفة الجنيه ما أصبحت عبء، فإصدار 2 جنيه هتوفر فقط بس من تكلفة الطباعة بسبب ارتفاع معدلات التضخم. وبالعكس ده في بعض الناس بيقولوا لا خليها 5 جنيه، لأن حتى ال2 جنيه أصبحت ما فيش سلع معينة بتجيبها. أعتقد إن ده بيان بيبقى له جانب سياسي عشان ما يبقاش فيه رد فعل سلبي من المواطنين، أو يحسوا إنه فعلا في تضخم كبير أو المستقبل بينم عن ارتفاع مازال في الأسعار. فأعتقد إن هذا التصريح بس سياسي، لكن في الناحية العملية بعد فترة أعتقد في تقديري إن الجنيه هيختفي.